شارك نائب وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري في جلسة موسعة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في جنيف. كلمة البحرين تضمنت ملخصا عن أبرز الإنجازات والتحديات في مجالات حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار والتنمية، وبينت أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجا متقدما في التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين، إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من جنيف عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. أستاذ عبد الله، بعد التحية، مملكة البحرين ألقت كلمة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة 34 رفيعة المستوى، ما هو أهم ما تضمنته الكلمة وأبرز محاورها؟ ألقت اليوم مملكة البحرين كلمتها في أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 رفيعة المستوى، والبيان لكلمة البحرين تضمنت إبراز أهم الإنجازات في مجال تطور وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أولى اهتماما بارزا ومباشرا لتعزيز البنية التحتية لحماية كافة حقوق الإنسان، ليصبح هذا الإنسان يعيش في مجتمع وبيئة سليمة للنمو والنماء والرخاء. فأبرزنا في كلمة اليوم مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وأيضا برامج وسياسات الحكومة، ومنها برنامج عمل الحكومة 2015-2018 المعنون نحو مجتمع العدلي والأمني والرخاء. وسلطنا الضوء على عدد من المحاور الأساسية والجوانب التي تم ترسيخها خلال هذه الفترة من تاريخ مملكة البحرين، وأظهرنا مثل ما تفضلت في مداخلة أو في بداية البيان أن مملكة البحرين استكملت العديد من الهياكل الأساسية المستقلة التي تعمل لضمان وصون حقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية والأمانة العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة. وأبرزنا أيضا ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، وتأكيد على استقلالية السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة وشفافة. وأيضا تبوء مملكة البحرين المكانة الدولية المرموقة، متقدمة على الكثير من دول العالم وفق لتقارير الأمم المتحدة في عدة مجالات تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، منها المجالات التعليمية والصحية والإسكانية واحترام حقوق الطفل وحقوق المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال البرامج الحكومية ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة وإنجازها الأهداف الانمائية للألفية قبل موعدها في العام 2015. نعم. وطبعا الكثير من الإنجازات أبرزناها، وأبرزنا أيضا بعض التحديات التي تواجه مملكة البحرين، ومن هذه التحديات اللي هي تعتبر جسيمة هي محاولات الدول، بعض الدول الإقليمية، التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وارتباط هذه التدخلات في ظاهرة تنامي ظاهرة أعمال العنف والإرهاب والتطرف العنيف التي تهدد الحق في الحياة وتستهدف الممتلكات الخاصة والعامة. نعم. أستاذ عبد الله، ما أهمية التواصل واللقاءات الثنائية في مجلس حقوق الإنسان في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي؟ طبعا احنا استغلينا وجودنا في حضور الجلسة والاستدلاء ببيان مملكة البحرين ان نعمل عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الصديقة القريبة والبعيدة، واطلاع هذه الدول على المنجزات اللي تحقق في مملكة البحرين، واهمية ان نعزز التواصل الدائم والمستمر مع هذه الدول. وايضا اجتمعنا مع عدد من المنظمات الدولية واطلعناهم على كثير من المنجزات، وايضا هذه الانجازات التي يعني تعبر عن نفسها وتؤكد عمق وتطور التجربه البحرينيه ورسوخها في مجال مقارنتها بالكثير من دول العالم. فكانت اللقاءات الثنائيه جميله ومفيده جدا، وحصلنا على الكثير من الاطراء على التقدم الموجود في مجال حقوق الانسان، وايضا يعني تعرفنا لوجود الكثير من المعوقات في عمليه التطوير اللي تواجهها الدول وايضا يواجهها مجلس حقوق الانسان فيما يتعلق بتسييس
قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعني يسبب الخطر على حقوق الإنسان وتطورها في نفسها، الأمر الذي يجب أن نتجرد منه ونعمل بتجرد خالص للتعاون الدولي والثنائي في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة. نعم أستاذ عبد الله، نتمنى لك ولوفد المملكة التوفيق في مهمتكم الوطنية. كان معنا عبر الهاتف من جنيف مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، شكرا جزيلا لك.